اللطيف، وليد عبد اللطيف نجوميه، ضربه جزاء هنشوفها تاني اهو، هنشوفها تاني اهو. طلع ابراهيم وزقه واخده كده كده ومديها محمد بنوزه، ضربه جزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني. ركلة جزاء وانطونيو، انطونيونيو هنشوفها تاني اهو، انطونيونيو انطونيونيو هنشوف مين هيشوطها من نادي الزمالك. وميراد طلع كل اللعيبه بره، هيخش وائل، وائل الاباني، وائل الاباني ويلعبها جوه جون، جوه جون وائل الاباني، الجون الاول لنادي الزمالك. حلوه حلوه حلوه، حطها جميله جدا جدا وائل الاباني، الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 19، الدقيقه 19 من زمن الشوط الثاني. ركله جزاء لنادي الزمالك يلعبها وائل الاباني، من اللي بيجيدوا ركلات الجزاء وبيلعبها على شمال انطونيونيو حارس المرمى المتالق النهارده، ويجيب الجون الاول لنادي الزمالك. والاعلام البيضاء كلها هنا اهو، هنشوفها تاني اهو، داخل اهو بطل رجله بزاويه جامده والله، راح لها انطونيونيو لكن قويه ما يلحقهاش. هنشوف بقى السيناريو هيبقى ايه وخارج نادي خالد الغندور حالي. ولعبها لابراهيم، الجون ده يا حازم يا حساب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، جون مش ممكن مش ممكن، لكن حازم اشترها له، اشترها له جون جميل جميل جميل، يا ولد يا ولد يا ولد، يا على حلاوه الجون ده يا جماعه، على حلاوه الجون ده يا حسام، شوف عملها ازاي، استنى وشافها ولعبها ببطن رجله، جون جميل جون جميل. اثنين، الثاني الثاني، يا ولد يا حسام يا لعيب، يا ولد يا حسام يا لعيب، يا ولد يا حسام لعيب، يا ولد يا حسام لعيب، اتلعبت حلوه 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 حلوه، يا سلام على الكوره وحلاوتها، الجون يا جماعه مش ممكن، يا عجون ده يا عجون ده يا عجون ده، اما هنشوفه تاني هيبقى جميل قوي قوي قوي، اتعملت نقلتين جون على طول، يا على حلاوته، يا ولد يا حسام، يا ولد يا حسام، تروح الكوره شوف حازم لعبها له ازاي، لعبها له ازاي حازم، حافظين بعض يا جماعه، واستنى بقى عليها واستنى عليها واستنى عليها، وجوه الجول وهاتها بالشبكه، لعبه حلوه يا وليد، هوبا، ركله جزاء، ركله جزاء، يا على الكره دي، يا على الكره دي، كان لعبها حلوه حلوه حازم لوليد غمزه وجوه ال 18، وركله جزاء، وركله جزاء، شوف لعبها حازم حلوه ازاي لوليد، وليد والله قطع معاها عملها حلو قوي، خبر مش ممكن مش ممكن، ركله جزاء، ركلة جزاء، دخل فيه جامد قوي انطونيونيو، لكن اتلعبت جميلة الكرة اللي فاتت، اتلعبت حلوة الكرة اللي فاتت، وهيخش يشوطها، عايز خالد الغندور هو اللي يشوطها، لكن اتلعبت شوف حلوة ازاي، ودخل فيه جامد، لكن وليد عمل فيها مجهود كبير جدا جدا جدا، خالد الغندور، خالد الغندور، نشوف خالد ولا حازم اللي هيشوطها، لا والله ده حازم، باين حازم، ركلة جزاء وداخل حازم وجوه جون، وجوه جون 3-0، 3-0 جوه جون، 3-0 حازم امام في الدقيقة 31 من زمن الشوط الثاني، ومهرجان اهداف، ثلاث اهداف ولعبها حلو حازم، ده بنفس الحتة لعبها وائل، وكان لعبها جميلة، الباصه حلوه حقيقي الوليد، لكن وليد عمل فيها مجهود وهو تسبب في ضربه دي كده حقيقي، يعني عمل مجهود جامد قوي وكمل من ورا لقدام، لكن يا جماعه اللعب الزمالك الشوط الثاني حاجه ثانيه وجميله، والجون الاجوان بتخلي اللعيبه تلعب، بتخلي الجمهور قاعد، ما كانش كده في الشوط الاول،
والليجوان هي كل حاجه، كل حاجه ليجوان. اللاعب الزمالك لعب كوره سريعه وثلاث اربع نقلات فرقت كتير قوي، الكور السريعه واللمسه الحلوه والمهاره ابتدت تفرض. كان حلو لحازم، يا سلام لكن اتحاش، يا سلام لكن اتحاش، ولو ان المشوار ده لانه كان عنده شد عضلي حازم امام، وولد ليكون لاعب كره قدم والله حازم امام، وانا بقول هو امبراطور الكره المصريه في هذا الجيل. لكن حظ الزمالك انه اصابه وعنده شد مش كليل يفرق كتير جدا غير انتاجه بيلعب، هو ده اللعيب اللي عنده 20 عين وعنده مهارات وثقافه كرويه بيلعب حسام وليد. واذا نزل عبد الحليم ان شاء الله كمان يبقى ليه دور حازم امام. لكن الحظ وحش بيبعد عن الفورمه الرياضيه للاصابات اللعينه. فكره وحازم جول جميل 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 جميل، يا سلام يا مدحت، يا سلام يا مدحت، تسلم راسك يا ابني، تسلم راسك. بقول لك لازم نتفائل، الجمهور كله جاي والله متفائل طول ما انا ماشي يا كابتن. هنكسب ورافعين لايديهم اثنين وثلاثه، وقلت لكم الراجل ده وشه حلو علينا والله، برضه الكوره فيها الحاجات دي بيطير، لكن عملوا تريك ولمسه سحريه من حازم امام، ويسر لها يعود مدحت عبد الهادي ويرتدي ثوب الاجاده ويسحب البساط من الكل في الدقيقه 19 وكانه من كوكب اخر. مدحت عبد الهادي طار سيرة وحطها لنا في الجول، يا سلام، لسه هنا قاطع كوره وعامل فيها فاول واشعل حماس 80 85 الف متفرج في الاستاد، اشعل حماس 80 الف متفرج والاعلام البيضاء. جول مغلف في اللون الابيض مكتوب عليه صنع في الزمالك، امضاء. بيحاول ياخد طرف ملعب حسام حسن عشان يهرب من رقابه فيليكس موامبا. تاني وليد، وليد عبد اللطيف بيحاول يعدي ويلعبها وليد وينقل له طارق السيد، بيفوت طارق وبيلعب كره عرضيه، طارق عرضيه، هوبا جول، هوبا جول، هوبا هو جول، هو عبد الحليم علي، هي معموله في البلايند سايد، في البلايند اريا، في الجانب الاعمى، نموذج نموذج من طارق السيد ونموذج من عبد الحليم علي، هو ده هو ده كلام الجميل يا عبد الحليم يا علي يا هداف. شوف اتعملت ازاي في المنطقه العاميه اهي، المنطقه الغير مرئيه او الجانب الغير مرئي، ومعموله صح، جميله جميله عبد الحليم علي، يا سلام يا عبد الحليم يا هداف، ويا سلام يا طارق يا سيد على الكروس اوفر او الكره العرضيه الجميله، يا سلام. شوف شوف عبد الحليم، شوف الابتسامه الحلوه، الراجل ده والله هداف. عبد الحليم وبيفوت وعدى وخطره، عبد الحليم علي، عبد الحليم علي اللعيب الكبير والهداف الكبير، وضربه جزاء، ضربه جزاء لنادي الزمالك، ضربه جزاء بنلعب في اول يمكن اول ثلاث دقائق، وبدايه حلوه لنادي الزمالك من المهاجم الخطير عبد الحليم علي، وضربه جزاء لنادي الزمالك. هيشوطها حسام حسن، كنترول ومهاره من اللاعب الكبير عبد الحليم علي. حسام اللي هيشوط، حسام حسن نجم نادي الزمالك، حسام بيركز، حسام حسن وكله واقف بيترقب، حسام، حسام حسن حطها جوه الجول، جوه الجول، حسام حسن هداف، هداف كبير حسام حسن، بيسجل الهدف الاول لنادي الزمالك. قدرات عاليه طبعا من عبد الحليم علي، عمل ضربه الجزاء بمهاره، وقدرات عاليه من حسام حسن حطها باقتدار. واحد نادي الزمالك، شوف شوف الاعلام البيضاء، شوف استاد القاهره، اكثر من 100,000 متفرج موجودين بيتابعوا اللقاء الهام، اللقاء الهام، وحسام حسن رايح يحيي الجماهير كلها. وبيعد عبد الحليم، بيعد عبد الحليم ويخش جوه عبد الحليم، يلعبها لحسام، يلعبها لحسام، ماشي حسام، واحد ضد واحد، هوبا حسام، يحط حسام، هوبا يا حسام يا حسن، يا حسام يا حسن، يا نجم يا نجم، والله والله لعيب، والله لعيب، مش ممكن، مبدع الراجل ده، مبدع اللعيب ده، كبير قوي 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 حسام حسن، ده حاططها بالمقاس، حاططها بالمقاس، مش ممكن يا حسام، مش ممكن يا حسام حسن، نجم نجم كبير كبير كبير، نجم كبير والكبير كبير، حسام حسن ملوش حل. شوف حسام حسن شوف بيعمل ايه، عبد الحليم علي لعباله، شوف حسام وزن نفسه، وزن نفسه، بص بص، وثبت نفسه، حطها حلوه،
حلوه 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 حسام حسن، والهدف الثاني للهداف الكبير حسام حسن. يا ولد يا ولد يا حسام، لعيب ممتع الراجل ده، لعيب ممتع. شوف الجماهير، شوف جماهير نادي الزمالك فرحانه قد ايه، شوف محطوطه ازاي كوره، ولا كلمه ولا كلمه، مفيش احلى من كده. نموذج نموذج حسام حسن، هداف هداف هداف. ولما بيلعبوا بسرعه الهجمه بتكمل. ادي برضه ابو العيله اتاخر، اتخطبت، لكن لحظه راحت لحازم، وحازم برضه اتاخر. كل الحاجات دي وهم عندهم سرعه في انقضاض وفي روح، الوقت بيمشي. طبعا نادي الرجاء بيحط رجله على الارض، وادي ثاني حازم وبيشوط، والكوره حلوه، جول جول جميل 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 جميل. تامر تامر تامر، يا سلام. لسه بقول لحضراتكم، يا ترى ايه اللي هيعمله تامر عبد الحميد وحازم امام؟ لكن تامر عبد الحميد يجيب جول مؤثر جدا، يضعه يسحب البساط من الكل في هذه اللقطه، وكانه من كوكب اخر. تامر عبد الحميد المجهود المبذول، ويشعل حماس الملايين من عشاق الساحره المستديره والالاف الموجودين هنا في استاد القاهره. تامر عبد الحميد كره خبطت وغشاشه، خبطت في ايد الشاذلي، انا قلت هتطلع بقى، ولكن من خدعه. وشوف تامر فات كويس، ولسه بقول لحضرتك ان التسديد مهاره مهمه جدا، حط ايده فيها الشاذلي، عليت ولكن عملت لوب، ويحط الزمالك في المقدمه. تامر عبد الحميد، يا سلام يا تامر، يبقى احد اهم الاوراق في البيت الابيض. قلت الكلام ده عليه في الاول، مجهود كبير قوي في الناحيه الدفاعيه، وفي الناحيه الهجوميه يكلل مجهوده وينثر مهاراته وابداعاته في اللقطه دي. تامر عبد الحميد، يا سلام يا تامر، ابتدى اسمك، يا سلام. وانما للصبر حدود، وانما للصبر حدود يا تامر. ما اللعيب الذي لا يراه الجمهور، لا دلوقتي الجمهور شافه قوي، هو احنا بنحس بيه والمدربين بيحسوا بيه طول الموسم وطول البطوله. ولكن طبعا الجول ليه مفعول السحر، والجول